بقي من دولة كانت ركيزة لحل سياسي عنوانه حل الدولتين. إنها ذات الأرض المستباحة في أجندة الأحلام الإسرائيلية. لم تتغير مساحتها قط، بل زاد عليها الإسرائيلي في ذروة البطش والقتل. حل الدولتين إنه وجبة سياسية فاترة على طاولة الساسات منذ عقود، وقبل هذه الحرب بعدة حروب. حل الدولتين لا قوام لهذا الحل على الأرض، ولم يعد صحيا اختباره، لكنه كالمهدئات في بيع الوهم والسراب، سهل التناول في المؤتمرات الصحفية. يحدد الحرب على أن الأرض تقسم على اثنين، فلسطيني هنا وإسرائيلي هناك. إنها الصيغة المناسبة والهادئة للجميع في الحديث عنها للمتفائلين والترويج إليها مع المتشائمين. المعضلة الأكبر لهذا الحل أنه ارتبط بتاريخ وزمان الرابع من حزيران العام 1967. هذه حدود إسرائيل السياسية والزمانية، ولكنها تمادت جغرافيا عبر ستة عقود في السرقة والأسرلة والتهويد والسيطرة والمصادرة. يبدو أسهل اليوم أن تعدل التواريخ على الحدود. هكذا تروج إسرائيل لهذه الأطروحة إن قبل اليمين المتطرف بها قبل الفلسطينيين. لم يعد حلما للإسرائيليين السيطرة على الضفة الغربية، إنه الواقع الذي لا يراه إلا الفلسطينيون. كم كانت وحدها مستوطنة كفار عتسيون في حرب الأيام الستة، مثيلات اليوم لها في كل قرية ومدينة، الكثير منها والكثير يشبهها في أنها متطفلة على الوجود الفلسطيني، عدائية في مشهدها اليومي، حتى صارت الضفة اليوم مصابة بسرطان الاستيطان. ليس سهلا اليوم التنقل في بضع دقائق من نابلس إلى تلكرم. كانت دقائق من لحظات النعيم قبل الاحتلال، واليوم عليك أن تسارع دقات القلب خوفا وهلعا. ثمة مستوطن هنا سيفصل الطريق عن وجهتك في الحياة، وقد تكون الوجهة القادمة الموت. ولن يستطيع أحمد البناء لمستقبله، فشمعون أذنت القوة له في البناء استثناء على ركام أحلام أحمد وغيره الكثير من الفلسطينيين. وعلى الراعي الفرار للبحث عن قطرة ماء وأرض بلا ذئاب في أغوار الضفة. والضفة اليوم حاجز يتلوه آخر، وتتبعه طريق مغلقة ونقطة عسكرية ومناطق معزولة لتصل لباب مقر حكومي للسلطة الفلسطينية في رام الله. هل كان الحلم الفلسطيني سرابا؟ هذه الضفة اليوم فتات سياسي لإسكات الفلسطينيين عن ثورتهم في إلزام العالم لوضع حد لكل هذا القتل البطيء، حتى صار سريعا في غزة يحصد عشرات آلاف من الشهداء والمصابين ومئات آلاف النازحين. وعليهم أن يقبلوا بحل سياسي، ذلك لا يدنو إلا لاعتباره ابتزاز سياسي ومساومة بين الموت الآن والموت لاحقا. ثمة سؤال فلسطيني يشاطره الفلسطينيون مع الإدارة الأمريكية حول الشواطئ الشرقية في مدن نيويورك وفيرجينيا وفلوريدا أن تصبح روسية يوما ما. هذا تفسير حل الدولتين للفلسطينيين، وسيقبلونه حتما إذا قبل الأمريكيون بالصيغة الروسية منه.